If you don't speak or understand Arabic and you are interested in trying any of my recipes, please log on to my Facebook page. All the recipes you see in the videos and more are available there, in details and in both languages, Arabic and English. Kindly check the description box under the video for the links. Thank you for watching. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبا معكم من البايت اوف ديلايت. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة البرجر بانز او العيش الكايزر اللي بنحط فيه البرجرز، وان شاء الله تكون وصفة سهلة وتعجبكم جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هتلاقوا الوصفة دي هي وصفات تانية كتير مكتوبة بالتفصيل على صفحتي The Bite of Delight على الفيسبوك، وبليز ما تنسوش تبصوا تحت الفيديو في صندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا رابط الصفحة ورابط الوصفة المكتوبة باللغة العربية. وبليز لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا. انا عندي هنا كمية من اللبن، عليهم كمية من المية، هنحط لهم كمية من السكر. اوكي، ونقلبهم مع بعض كده شوية لحد ما السكر يدوب. هنضيف لهم كمية من الخميرة، نقلبهم مع بعض تقليبة سريعة كده. انا هنا مستخدمة خميرة جافة نشطة، مش خميرة فورية ناعمة بتتحط للدقيق على طول، دي لازم تتدوب في المية الأول اللي هي الجافة النشطة. أما لو عندكم الفورية فنفس المقدار يتحط على الدقيق على طول. عندي هنا كمية من الدقيق، هنخلطهم مع شوية من الملح بالشكل ده. أنا هنا مستخدمة كمية بسيطة جدا من دقيق جميع الاستخدامات، ده البروتين فيه ما بيبقاش عالي قوي، ومستخدمين وباقي الكمية مستخدمة دقيق الخبز، دقيق الخبز او البريد فلاور او الهاي ريشيو بروتين فلاور او الهاي جلوتين فلاور. الجلوتين فيه بيبقى عالي او نسبة البروتين فيه بتبقى عالية، وده مناسب جدا لعمل النوع ده من العيش. هنحط له كمية من الزبدة بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نخلط الزبدة دي، بتكون في درجة حرارة الغرفة، هنبتدي ان احنا نخلط الزبدة دي مع الدقيق بالشكل ده بالمعلقة بحيث يعمل لي حبيبات مع الدقيق بالطريقة دي، بحيث كمان كل قطعة من الزبدة تخترق الدقيق بالكامل. خلطنا الزبدة مع الدقيق بقت بالشكل ده، الدقيق فيه حبيبات عاملة زي الرمل كده. هنعمل حفرة في النص وهنضيف واحد بيضة، البيضة تكون حجمها كبير. لما الخميرة تطلع فقاعات على وش السائل اللي احنا حاطينه وتنتفخ وتبقى زي ما تقولوا فومي كده ومطلع فوم خفيف، ده معناه ان العجينة دي، ده معناه ان الخميرة دي ممتازة جدا وشغالة وصحي، يعني حية عايشة مش ميتة او قديمة او حاجة. اوكي، بالشكل ده هنبتدي نضيف السائل كله، مجموعة السوائل كلها بالشكل ده. هنا عندي معلقة خشب، هبتدي ان انا اقلب بالشكل ده، نحاول ان احنا البيضة نكسرها ونخليها من ضمن السوائل. العجينة دي بتبقى ستيكي شوية، ستيكي يعني متلزق شوية، تمام، هو ده سر النجاح بتاعها انها تكون بتلزق شوية. ممكن تضيفوا رشة من الفانيليا البيضة اللي هي الباودر على الخليط بتاع الخميرة والسوائل لو حابين، برضو بيقلل ريحة الخميرة بالشكل ده. العجينة بتبقى كده تستيكي بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، ونفضل نقلب فيها بإيدي كده، معلش لازم يكون عندي عضلات شوية زي ما انتم شايفين كده بإيدي، زي ما تقولوا بعجنها كده بس بإيدي وبالمعلقة الخشب بالشكل ده. بلف واجمعها تاني، بلف. ابتدت ان هي يبقى ليها شكل وقوام، هي بتلزق بس ابتدت تتجمع على بعض ويبقى ليها شكل وقوام. الحركة اللي احنا بنعملها دي ان احنا بنلف
ونشد في العجينه كده اكننا احنا العجان، لان انا ما عنديش العجان وبحب ان انا افهم العجاين بايدي واحس بيها، فعلشان كده بنعمل حاجة اصعب شوية ومحتاجة جهد شوية، ولكن اللي عنده العجان طبعا هيبقى اسهل بالنسبة له ويعمل برضو نفس الخطوات، فتبقى اسهل بالنسبة له جدا لانه العجان هو اللي هيعمل الشغل بالايد. بس طالما مش ناس كتير، بس انا عارفة ان مش ناس كتير عندهم بايديهم، عشان كده والشفات زمان كانوا بيعملوا بايديهم، ف طبعا دلوقتي توفيرا للوقت والجهد العجان موجود، وكان الشيف زمان او الشيفس الكبار زمان بيعملوا بايديهم، فده اللي احنا بنحاول نعمله هنا، ان احنا نكون زي الشيف دول بالشكل ده، زي ما نكون بعجن فيها كده، بلت فيها بالطريقه دي كاني انا العجان، وبجمع العجينه تاني على بعض والفها بالطريقه دي، بستمر كده معلش بطول بالي وبقوي ايديا. زي ما انتوا شايفين كده العجينة قعدنا نعجن فيها حوالي تقريبا 20 دقيقة ل 25 دقيقة، ولو هنستخدم العجان يبقى 10 دقايق أو 8 دقايق لحد ما نوصل للمرحلة دي. العجينة معايا شكلها اختلف عن بداية ما ابتدينا بالطريقة دي، ابتدت تعمل عملت كتلة على جنب والكتلة بقت متماسكة اكتر. اوكي هنيجي هنا على جنب، عندي كيس بلاستيك حطيت عليه كمية من الزيت وبفردهم عليه كويس بالشكل ده، وهنا عندي سكريبر برضه هحط عليها كمية بسيطة من الزيت عشان وانا بشتغل تبقى سهلة. اوكي هبتدي انزل من عليها العجينة بالشكل ده، وممكن كل شوية بالفترة فترة ندهنها زيت عشان ما تلزقش خالص. لان هي عايزة تلزق، يعني هي very sticky، فكل شوية اضيف لها كمية من الزيت عشان تساعدني ان انا اعرف الم العجينة كويس وادهن البول بتاعي. اوكي بالشكل ده هجيب السكريبر بتاعتي وهبتدي ان انا اجمع في العجينة مع بعضها بالطريقة دي. اوكي هبدأ ان انا انزلها على كيس البلاستيك بالشكل ده لمدهون الزيت عشان ما تلزقش عليه جامد، ونعرف نشيلها من عليه بالطريقة دي، ونحاول ان احنا نجيب كل حاجة في الطبق بالشكل ده. بالشكل ده العجينة نزلناها كلها على الطبق على الكيس البلاستيك اللي مدهون بالزيت، والطبق بتاعنا هنا دهناه كله بالزيت كويس جدا وكان بالشكل ده. وهنبتدي ان احنا بشويش جدا جدا، وايدي بدهنها شوية زيت بشويش جدا، ننزل العجينة تاني جوه الطبق. بصوا نزلت بسهولة ازاي عشان كنا دهنينه بالزيت بالشكل ده. اوكي ونحطه ونسيبه، هنغطيه دلوقتي ونسيبه في مكان دافي يرتفع لمدة تقريبا ساعة، ونرجع نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي ساعة ساعة ونص اقصى مدة 3 ساعات. ده شكل العجينة بعد ما اتخمرت، شايفين العجينة اتضافت في الحجم بالطريقة دي. المهم انا بحب دايما اشتغل على السيليكون مات هنا، وبالشكل ده هحط كمية من الدقيق مش بكتر قوي، حوالي معلقتين بس حاجة زي كده، يعني مش كتير خالص. وبالشكل ده بالسكريبر بتاعتي كده بحاول ان انا انزلها براحة. احنا زي ما اتفقنا هي العجينة ستيكي او بتلزق يعني كده، عشان اعرف اتعامل مع العجينة. العجينة very soft زي ما انتوا شايفين، وده شيء مطلوب.
جدا. اوكي بالشكل ده بحاول ان انا اهبط العجينه. هقسمها لنصين كده مش هقدر اتعامل معاها لان هي دلكت جدا ونفسها انها تلزق، يعني فلازم نكون حريصين جدا واحنا بنتعامل مع العجينه اللي زي كده. لو طبعا عايزين العجينه تبقى متقسمه بطريقه مظبوطه جدا احنا ممكن ان احنا نوزنها. اعمل الدوائر بتاعتي. تمام زي ما انتم شايفين هنا انا مجهزه بيكنج رينجز كده معموله من الالومنيوم فويل. لو حابين تشوفوا انا عملتها ازاي انا هسيب الفيديو تحت في الديسكربشن بوكس. علشان انا ما عنديش، ممكن تشتروهم جاهزين، بيبقوا جاهزين معمولين من الالومنيوم بس انا مش عندي النهارده فايه ما كنتش قادره انزل فانا عملتهم بنفسي. اوكي بالشكل ده هدهن الرينجز بتاعتي دي كويس جدا بالزيت. لو عندي سبراي ممكن ارشهم علشان مفيش اي حاجه من العجينه تلزق فيهم بالطريقه دي. بالشكل ده بعد ما قسمنا العجينه بمساعده شويه دقيق بمسك العجينه بدورها بقفلهم كده على بعض بدورها في ايدي بالطريقه دي بحطها في شوية دقيق وبإيدي كده بعمل حرف سي وبلف العجينة في بالشكل ده. أو ممكن أنا أدخل إيدي فيها شوية دقيق أدخل العجينة من تحت بزقها بإيدي كده بزقها كده بالإيد دي بزق والإيد دي بتنزلها من تحت بحيث تبقى شكلها دايرة. وخلي بالنا هي سوفت جدا وبنحطها في الرينج زي ما انتم شايفين بالشكل ده وبنغطيهم ونسيبهم يعلو لمدة تقريبا ساعة ونرجع نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. دي زي ربع معلقة من القهوة اللي هو النسكافيه او كوفي متذوب في نقطة مية. هنحط لهم البيضة بتاعتي. ده هيبقى هو الايج واش بتاعي او خليط الزيت اللي حاطه عشان يلمعني العيش. انا بحط النسكافيه بيقضي على الزفره تماما. لو ما حطيتوش النسكافيه ممكن تستبدله برضو تستبدلوه بلبن وشويه زيت. اوكي انا عندي هنا جبت كميه من حبه البركه وعندي كميه من السمسم علشان نحطهم على وش البانز. وبرضو ممكن لو انتوا عايزين تعملوا العيش بدون سمسم برضه طبعا ينفع. اوكي دي شكل البانز عليت وارتفعت بالطريقه دي ودي شكلها. احنا استنينا عليهم ساعه ودهنت انا الوش قبل ما اشيلهم شويه زيت علشان يحفظ الكفر اللي هيجي على الوش ما يلزقش عليه. بشويش كده هنبتدي ندهن الوش مش جامد قوي عشان ما يتحرقش. هنبتدي كده بشويش ندهن الوش بالشكل ده. العيش شكله مش خالص بالطريقه دي. ده تماما حسب الرغبه. في ناس مش بتحب السمسم فما يضيفوش سمسم. انا بحبه على الساندوتش بتاعي فهنضيف شويه من السمسم بالشكل ده. برضو لو حابين في ناس بتحب حبه البركه ممكن يضيفوها. انا برضو بحبها ممكن اضيف شويه من حبه البركه. حط عليهم حبه بركه وحط عليهم سمسم طريقتي بالشكل ده. البانز بتاعتي اصبحت جاهزه. هدخلها الفرن دلوقتي تستوي على درجه حراره 175 على فرن احنا مسخنينه مسبقا على الرف الاوسط. وهنشغل الجزء التحتاني بس الاول عشان نسوي القاع الاول حوالي 10 دقايق وبعد كده نفتح فوق وتحت مع بعض. انا عندي الكتريك اوفن. كل اوفن طبعا بيختلف عن التاني. 175 بتاعتكم ممكن تكون 180 او ممكن تكون 190 او ممكن تكون اقل. فكل واحد بقى على حسب الفرن بتاعه. هروح اخبزهم ونرجع نشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي مع بعض. وده شكلهم لما طلعوا من الفرن.
هنقلهم بشويش الشكل ده على واير راك. بصوا من تحت بس يبتدوا يبردوا شوية فيهم. الافضل وانا ببردهم بفوطة نظيفة ان انا اغطيهم بحيث يبردوا على مهلهم بدون ما ينشفوا جامد، لان احنا عايزينهم يبقوا برضو طريين بالشكل ده، ونبردهم ونقدر نفتحهم ونعملهم ساندوتشز على طول ويتخزنوا حلو قوي في الفريزر. وحاولوا تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم جدا. بألف هنا وشفا. Thank you.